غارسيا وإقالة الآن المدرب المؤقت، وعندك ديربي بعد 5 أيام، مباراة يعني صعبة للفريقين. بكل تأكيد، يعني في نهاية الأمر المدرب دينكو ما هو بعيد عن الفريق، يعني هو مدرب الفئات السنية وقريب من الفريق الأول ويعرف كثير من التفاصيل، وحسب معلوماتي الخاصة أنهم جلسوا مع المدرب ولم يتخذوا القرار إلا بعد أن درسوا فكر هذا المدرب جيدا واتفقوا معه على بعض النقاط وبعض الأمور اللي أو حطوا خطة سير في قادم الجولات. فأعتقد أنه شفنا كثير من الإقالات اللي تتم بعدها يكون الفريق يتحسن. أنا أقول لك شوف معلومة خاصة جدا، لما وصل اللعيبة هذا القرار كثير منهم فرح، وبعضهم كان جايب من توصية من المدرب نفسه، فبالتالي يعني هذا يعني اللاعبين ما كانوا راضين على المدرب من فترة طويلة. بكل تأكيد، فأنت لا يمكن أن تستمر كإدارة على مدرب في فجوة كبيرة بينه وبين اللاعبين. أيضا إن أنا وفرت لك كل أدوات النجاح لكي تنجح، وأنت قاعد في بعض المباريات يخيل لي إنه النصر في معسكر إعدادي ما هي في مباراة رسمية، يعني كأن المدرب قاعد لسه يتعرف على لاعبته، لسه يتعرف على بعض الخانات بطريقة. أنا أشوف بس قياسا للواحد، بس لو بهدوء يشوف العناصر الموجودة في نادي النصر اللي يتمناها أي مدرب ويحكم، فلا يجيك بعض الآراء تقول يا أخي طيب في إصابات، في أسبينا، في إيه. هنا يبدأ دورك لما تكون في إدارة نادي موفرت لك كل طلباتك وموفرة فريق ينافس وموفرت لك دكة، وأنت ما هو قادر تستغل الدكة الاستغلال الأمثل، إذن هناك عيب فيك. ما هو يعني الإصابات واردة لأي نادي، وين دورك؟ إذن أنت لما يغيب لاعب أو كذا خلاص ما عاد تقدر تدرب فريق، هذه نقطة مهمة. طيب أيضا أسلوبه الدفاعي الآن مدرب فئات سنية، هل يستطيع هذا المدرب اللي أغلب تدريبه فئات سنية أن يتعامل مع نجوم الفريق الأول النصر وعلى رأسهم كريستيانو؟ في نهاية الأمر هو مدرب وهو صاحب قرار وصاحب رؤية فنية، فبالتالي أنا أعتقد ومتأكد أنه الكل سيحترم قراراته وسيحترم أي قرار سيصدره هذا المدرب وأي تشكيلة سيلعب فيها. ولكن أيضا شفنا مع إلين هورفات اللي بعدها صار مدرب أساسي في أندية أخرى، كان مدرب بنفس الظروف، يعني أقيل المدرب بالفريق الأول وكان هو ماسك الفئات السنية ونجح في كثير من المباريات، حتى كان مؤقت واستمر فترة طويلة شوية. فبالتالي أنا أعتقد أنه مثل هذه القرارات أنا أعتقد أنها ستحسن من الحالة المعنوية للعيبة، وأيضا أنا على يقين أن الفريق سيتغير. بس